يحكي هذا المتحف الواقع في مدينة سان باولو قصص مآسي ومعاناة العمال الأفارقة الذين استجلبهم البرتغاليون عبيدا مكدسين في بواخر من الدول الأفريقية فيما يوصف بأنها أكبر عملية للمتاجرة بالبشر عبر التاريخ. أبناء وأحفاد أولئك الأفارقة الذين تمت المتاجرة بهم واستعبادهم لأكثر من 3 قرون ما زالوا يحملون ذلك الإرث الإنساني الثقيل ويطمحون إلى تحقيق العدالة. نحتاج إلى الدعم لطي تلك الصفحات المؤلمة التي تعرض لها أجدادنا. هذا يتطلب تعويضات مادية ومعنوية تناسب حجم المأساة. خلال الأشهر الماضية قامت مجموعة من 14 مؤرخا ينتمون إلى 11 جامعة برازيلية بتقديم طلب لدى النيابة العامة الفيدرالية بفتح تحقيق عن علاقة بنك البرازيل، وهو ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، بما وصفوه باقتصاد العبودية، إذ اكتشفوا على سبيل المثال أن من بين مؤسسي البنك ومساهميه بعض كبار تجار الرقيق في ذلك الوقت. التعويضات مهمة لأننا في البرازيل استعبدنا 5 ملايين إفريقي بعد استجلابهم، واليوم نصف سكان البرازيل من السود من أبناء وأحفاد هؤلاء، ولا تتوفر لهم الظروف نفسها المهيئة للآخرين في المجالات التعليمية والاجتماعية. قبل الادعاء العام والتحقيق في أفعال بنك البرازيل المتعلقة بممارسة العبودية ومطالبته بالإسهام في مشاريع التعويضات والسياسات العامة التي تستهدف مجتمع ذوي البشرة السمراء في البرازيل. اعترفت بعض المؤسسات كالبنوك والجامعات في بلدان مثل إنجلترا والولايات المتحدة بدورها في العبودية، وقدمت تعويضات أكاديمية ومادية، وهذا ما يسعى البرازيليون الآن لتحقيقه في بلدهم. لدى عبد الله العربي، سان باولو.